السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا فيكم في فقرة جديدة من كلام أخير، معي أنا أبو كاتم. الفقرة اللي تطل عليكم كل أسبوع ويوم الأحد الساعة 7:30. إن شاء الله اليوم الفقرة تكون غير عن باقي الفقرات، وإن شاء الله أن الضيف اللي بيكون موجود معنا اليوم يقدر يكمل الفقرة وناخذ ونعطي. اليوم إن شاء الله الأسئلة حتكون مختلفة جداً عن الأسابيع الماضية. فقبل أن نبدأ ونقول اسم المتسابق اللي هو